ليش الموقف تجاه إشاعة الفاحشة بهذا المقدار؟ عدة أسباب نشير إلى بعضها. الأمر الأول أن إذاعة وإشاعة الفاحشة والسوء عن إنسان مؤمن هذا ما إله زمان محدد، هي الحكاية استغرقت 5 دقائق لكن شقد تبقى؟ 10 سنين، 10 سنين يعرف أن هذا إنسان منحرف، إنسان سيء، إنسان عامل بالمنكرات. طيب، فهذا النوع اللي إله بقاء واستمرار، وأحيانا مو بس أنا، أحيانا حتى ابني لما يجي ينعرف أنه ذاك فلان إنسان منحرف وتتوارث. طيب زين، هذا أنت قضيت عليه قضاء مبرم، ولعل هذا الذي أذعت عنه وأشعت عنه شيئا فاحشا وعملا محرما بعد ب5 دقائق تاب وتاب الله عليه، يصير هذا لو لا؟ زيد من الناس سرق، بعدين راحت السكرة وجاءت الفكرة، اجا ورجع الى صاحب المال واعطاه امواله واعتذر الى وانتهى الموضوع وغفر الله له بذلك. انت خب ما يجيك الخبر دائما هذا، فانت رايح في مشوارك على شنو؟ اذاعة الفاحشة عنه انه فلان سارق، ذاك تاب عن الذنب وانت لا تزال في حديثك عنه وأثر حديثك مستمر ومستدام مع أنه تاب. قد يكون قد عمل عملا من الأعمال الصالحة، الله سبحانه وتعالى تاب عليه فيما يرتبط بينه وبين الله عز وجل. عندنا أتبع السيئة الحسنة تمحها، واحد سوى عمل ذنب بينه وبين ربه مو من حقوق الناس، ثم قال استغفر الله، كرر الاستغفار، جاء بحسنة من الحسنات كالصلاة على محمد وآل محمد، الله تاب عليه. بس هو الله ما يجي يخبرك انه ترى انا تبت على فلان بسك عاد. طيب، وانت رايح من ديوانية الى ديوانية ومن مجلس الى مجلس تتكلم عنه.